بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هل هو امتحان لغيرة هذا الشعب وحمية هذا الشعب على إسلامه ومبادئه؟ إن كان كذلك فنقول للسلطة أن هذا الشعب قد أثبت عبر سنين طوال غيرته على إسلامه وأنه صاحب حمية، لن يقبل بأن تمس معتقداته، ولن يقبل أن يكون ذليلا في يوم من الأيام. فذلك هيهات هيهات أن يكون لكم ذلك. هذا الشعب نُكِّل به، هذا الشعب تعرض لشتى أنواع الاضطهاد، هذا الشعب اضطهد ومورس في حقه كل أنواع الظلم والاستبداد، ولكنه لا زال حياً ولا زال مستمراً وباقياً، وهو سيد الميدان، وهو سيد الميدان، يقرر ما يفعل بشكل سلمي، وأثبت طوال هذه الفترة الزمنية أنه لا يعرف الملل ولا يعرف السأم ولا يعرف الكلى في يوم من الأيام. سيواصل المشوار لنيل كافة حقوقه. وما محاكمة المجلس الإسلامي العلمائي فهي تأتي في سياق مشروع واضح وممنهج لمحاصرة طائفة كبيرة في هذا الوطن في كل مؤسساتها، في كل برامجها، في كل محافلها. تم هدم المساجد، وتم محاصرة الشعائر الدينية، واليوم يأتي الدور على مصادرة حق المجلس الإسلامي العلمائي في أن يكون له كيان وأن يكون له وجود. لا يمكن أن نفهم هذه المحاكمة إلا في إطار مشروع متكامل يريد الإجهاز على كل مفاصل هذه الطائفة الكريمة في هذا البلد، فهو مشروع واضح المعالم وواضح الأهداف، ولا يمكن أن نقبل بهذا المشروع وأن نسكت عن هذا الإذلال. فشعب غيور على معتقداته وعلى إسلامه، شعب ينتمي إلى الإسلام، هيهات هيهات أن يسلم الأمر لكم ويقف مكتوف اليد يتفرج عما تتعرض له معتقداته ومؤسساته الدينية من انتهاكات صارخة وواضحة. هذه هي المساجد شاهدة من تضييع لهويتها وأصالتها،
وهذه هي المناسبات الدينية شاهدة على تقييدها، ولكنها لا زالت صامدة ولا زالت تصدح بقول الحق بأنها لن تستكين ولن تتراجع، وستبقى بسلميتها شامخة مرفوعة الرأس تطالب بحقها ولن تمحو ذكرها إن شاء الله. في ختام كلمتي، هذا استهداف واضح لهذه الطائفة الكريمة في هذا البلد في مصادرة حقها في وجود مؤسسة علمائية تعنى بشأنها الخاص في الشأن الإسلامي وفي الشأن التبليغي وفي شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسكوت عن إغلاق هذه المؤسسة سيفتح الباب على مصراعيه لإغلاق مؤسسات أكثر وأكثر. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.